احنا مجندين في هذا اليوم والغينا كامل بالتنسيق مع الاخوه رؤساء الوحدات والمصالح، الغينا كامل العطل والاجازات الا من الاستثنائيه منها باش المواطن يقضي هذا اليوم في امن وامان ورفقه الزملاء اللي راهم مجندين كامل. عندنا اجراءات اخرى على مستوى الطرق الوطنيه، على مستوى المقابر، حمايه الاماكن الحساسه، المقابر، على مستوى المساجد خاصه اثناء فتره تاديه صلاه العيد، بالاضافه الى الدوريات والسدود منتشره عبر كافه الاقليم. سطرت مصالح امن ولايه معسكر مخططا امنيا سخر بموجبه اكثر من 1300 شرطي عبر كافه قطاع الاختصاص بما فيه مختلف امن الدوائر بولايه معسكر.